تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض شوية طرش بلدي، مش هقولك بقى زي الجاهز، نطلع معاكي أحلى من الجاهز بكتير. ترى حلوة جدا ونظيفة وصحية 100%. 3 أيام هتاكلي أحلى طرش مخلل. تعالوا بقى نشوف الخطوات مع بعض. هقولك الأول ازاي تختاري اللبس عشان يطلع معاكي حلو، تكون حجمها وسط، تكون كمان وزنها تقيل، وكمان تكون ناشف، يطلع معاكي حلو جدا. تعالي بقى اقولك على طريقة التنظيف. انا الأول بشيل الحتة اللي هي من تحت دي، الحتة اللي من فوق عاملة معايا بالشكل ده. بعد كده بقى ابتدي اللي انا اقطعه، بعد كده بقى لو انت عندك دي استخدميها، ما عندكيش عادي تكملي عادي بالسكين، بس بقى الحجم بتاعه كده حلو جدا. ادي بقى كمية اللفت بعد ما قطعتها، الكمية دي 3 كيلو، طبعا بكون غسلاه قبليها ومنشفاه كويس جدا، يبقى معايا بالشكل ده. معايا كمان القرنبيط، بس القرنبيط لازم تكون فاتحة كده، بكون غسلاها ومنشفاه برضو كويس جدا، طبعا متوفر كتير في السوق. ابتدي برضو اللي انا اقطعه، مثلا لو حتة هيك زي كده، انا بحب جدا القرنبيط مع المخلل، الحجم ده كده مناسب جدا، طبعا الحجم برضو اللي انت تفضليه، بس انا شايفة كده الحجم ده حلو قوي. ابتدي برضو اللي انا اقطعه، خلي فيه طبعا شوية من العناقيد بتاعته، مش بنشيلها كلها. بعد كده كمان ما قطعنا القرنبيط نحط برضو كده على اللفت، طبعا لو انت مش عايزة القرنبيط عادي مفيش مشكلة، تمشي نفس الخطوات برضو هي هي. عندي كمان الجزر دي بقى، طبعا كل ده ببقى غسلاه قبليها ومنشفاه كويس جدا. شيل بقى اللي هي الفتل اللي فيه ده، سمع على نصين زي ما قلت لكم، مش عايزه برضو مش حابه الجزر مش مشكله. انت برضو بنفس السكينه كده ابتدي اللي انا بصوا، طبعا هو المخلل لما يكون مشكل بيبقى جميل جدا معايا كده بالشكل ده. ادي كمان الجزر بعد ما قطعناه، ابتدي بقى اخليه كده نخلي ده كله مع بعض. اخر حاجه بقى معايا بنجرايه، طب بتدي لون حلو جدا للمخلل، اغسلها طبعا الاول، بس عامله ازاي لونها احمر وجميل، بقطعها شرايح عادي وهي نيه طبعا. تعالي بقى على اقولك انواع الملح الصحيه اللي انت هتخليلي بيها المخلل. اول نوع من الملح عندي اللي هو الملح البحري الخشن، ده حلو جدا في التخليل وصحي عن الملح الناعم اللي احنا بنشتغل بيه العادي. تاني ملح معايا اللي هو ملح الهيمالايا، اهو ده بيبقى شكله في منه ناعم وفي منه خشن، او شكله عامل كده، بس ده هيبقى غالي شويه، فخليكي في الملح البحري. لو توفر عندك ده او توفر عندك ده اشتغلي بالاتنين. نبتدي بقى نعمل المحلول الملح. انا معايا 8 كوبايات مية، اهم حاجة بقى المية تكون مغلية واسيبها لحد ما تبرد خالص. بضيف عليهم 6 معالق ملح، 3 4 5 6 معالق ملح، طبعا الاول لازم ادوبه كويس جدا. بعد بقى ما دوبت الملح كويس جدا بضيف له كمان 2 كبار سكر وربع كوباية خل، ربع كوباية خل بس عشان الخل ما يهلش معاكي المخلل. زي ما قلتلك الملح ده حلو جدا ممكن تستخدميه في اي نوع اكل.
لو عندك كمان الفلفل الاحمر المطحون حطي كده معلقتين، طبعا بيديله طعم حلو قوي. احنا كده عملنا المحلول الملحي. اهي بقى البرطمانات اللي انا هخلل فيه، طبعا انا بفضل التخليل في البرطمانات الازاز، يكون بقى مغسول كويس جدا ومتعقم بميه مغليه، بسيب لحد ما ينشف خالص. ابتدي بقى احط فيه المخلل، كده بقى معايا شريحة من البنجر. عندي كمان فلفل أحمر وأخضر، بضيف كمان كده ورقتين من اللورة، ممكن كمان تحطي له فصين ثوم. دي كمان كده شريحة صغيرة من البنجر. الفلفل، ترك الفلفل بيخليه معاك سبايسي. كده كويس جدا. عندي بقى المحلول الملحي، تيجي برضو اللي انا اقلبه تاني، تيجي بقى اضيف عليه. طبعا لازم تغطيه كله بالميه. زي ما قلتلك لو انت عايزه الليفت بس يبقى خلاص هتمشي بنفس الخطوات بالظبط. بس بقى انا وصلت للاخر ازاي، اهم حاجه زي ما قلتلك المحلول الملحي يكون مغطي المخلل، وضغط عليه كده بالشكل ده. طبعا بقفل عليهم كده وقرنين فلفل عشان بس كل المخلل يبقى تحت. على فكرة الفلفل بكون فتحاه فتحة صغيرة، اغطي بقى كده عشان كل الكمية تبقى تحت، تغطي المخلل. بس بقى اعمل ازاي اخر حاجة بقى، عندي الاسترتش، استرتش او كيستاليك، لازم كده تقفلي عليه خالص ما يدخلهوش اي هوا. كده كده استحالة يدخل معاكي هوا خالص. اخر حاجة طبعا الجاية اقفل عليه وسيبه بقى 3 4 ايام تاكلي احلى مخلل. بس بقى شكل المخلل بتاعنا بعد 3 ايام واللون بتاعه تحفة، بجد مخلل حلو جدا. نفتح بقى كمان كده عليه ونشوفه. بس بقى شكل المخلل واللون بتاعه، بس هحطلكم بقى كمان في الطبق عشان يبان اكتر، وكريسبي جدا مقرمش بقى قرمشة، بجد جربوا الطريقة دي تحفة. بس بقى شكل المخلل عامل ازاي، الشكل بيتكلم عن نفسه بجد، طريقة حلوة جدا، وكمان بيعمل معاكي كمية كبيرة، اوفر كتير وانضف من انت بتشتري من بره. جربوا بقى الطريقة دي وقوليلي ايه رأيكم، لو عوزتوا اي حاجة اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.